هاتفيا معنا من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك دكتور. حياك الله. ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويعني للفقيد أيادي بيضاء على قضايا الأمة العربية بكاملها، كان دائما ما يلعب دورا هاما جدا في كل ما دار من مشاكل أو صراعات فيما يخص منطقتنا العربية، كان يتعامل معها بمنتهى الحكمة. كيف تصف الزعيم الراحل؟ لا شك في ذلك يا أخي العزيز، لأن الكويت والخليج والأمة العربية فقدت رجل من أخلص الرجال لقضاياها، ورجل حقيقة كان دائما يحمل الهم المحلي والإقليمي والعربي في صدره وعلى أكتافه. نعم. كان يعمل من أجل الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. عندما نرجع إلى التاريخ الستينيات والسبعينيات والثمانينيات نجد أن الحقيقة هذا الرجل لعب دور كبير في تهدية الأوضاع وحل الخلافات في تلك المرحلة. كانت يعني الأوضاع العربية قلقة جدا، وانقلابات وتغييرات وصراعات مسلحة. طبعا الصراع كان مع إسرائيل أيضا له دور، والشيخ صباح الحقيقة كان من الذين يعني يحملون فلسطين في قلوبهم للأمانة والتاريخ، وكان حريصا على قامة الوطن الفلسطيني القابل للحياة، ولكن طبعا هذه الأمور ليست بيدنا. لذلك نقول أنه في كل الفترات التي عانت الأمة العربية في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة الاستكبار العالمي كان للشيخ صباح الحقيقة، وأيضا أخوته الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبد الله والشيخ صباح الحقيقة السالم، كلهم لهم دور الحقيقة في قضايا الأمة العربية، وبالذات الحقيقة في مسألة مواجهة الأخطار التي تحيط بهذه الأمة. له دور كبير في محاولة حل الأزمة الخليجية، له دور كبير أيضا في إنعاش الشعب السوري، إقامة ثلاث مؤتمرات إنسانية في الكويت والمؤتمر الرابع في لندن، له دور كبير في الحقيقة إعمار العراق، وبعد سقوط صدام انفتحت الكويت على العراق وقدمت كل أنواع الدعم، وزار الأمير بغداد ليؤكد مجددا أن الجغرافيا أبقى من التاريخ، وأن الخلافات تذهب ويعني مثل ما تأتي تذهب، ولكن تبقى الشعوب ويبقى مصالحها. له دور في العمل من أجل أن تكون الكويت يعني ذات مصادر دخل متعددة، لها دور من أجل أن تكون الأمة العربية في مأمن من الأخطار الخارجية، سواء في دعم مصر أو دعم فلسطين أو دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية والإيرانية من خلفها. له دور الحقيقة في تنمية اليمن عندما كان قبل استقلال الجنوب في 67، وأيضا أثناء يعني ثورة في سبتمبر 1962 كان للكويت دور كبير في تنمية اليمن. وأي من الآن تسأل يقول لك هذه جامعة الكويت، هذا مستشفى الكويت، هذه مدرسة الكويت، هذا شارع الكويت، دون أن تتحدث الكويت عن ذلك الحقيقة. نعم. الكويت كانت تقدم كل أنواع الدعم، وفي عهد الشيخ صباح الأحمد أصبح الدعم وصول الدعم أسرع من ذي قبل في الشعوب التي تعاني من النكبات والمشاكل. نعم. وعلى الصعيد الداخلي أيضا دكتور عايد، شهدت الكويت نهضة كبيرة في جميع المجالات أثناء عهد الشيخ صباح، يعني كيف تصف هذه النهضة؟ ما في شك يعني الكويت نهضة عمرانية، مناطق سكنية قامت خلال فترة وجيزة، أيضا يعني خدمات بالكامل موجودة للناس. وأذكر مشاهديك ومستمعي حقيقة لما حدثت كورونا، هذا الرجل بالرغم من الوضع الصحي رأس مجلس الوزراء عدة مرات، وحقيقة تكلم للأمة مرتين، وعمل يعني توجيه أمر صارم للحكومة، ما في كويتي
يبقى خارج الكويت، وإذا اضطر أن يبقى لتؤمن له الحكومة كل احتياجاته في السكن والمأكل وكل ما يتطلبه الأمر. وبالتالي يعني كانت الحقيقة الأجواء تكاد تكون مقتصرة على الطيران الكويتي أو الذاهب إلى الكويت لنقل الكويتيين، وبالتالي يعني حقيقة الكويت فقدت يعني زعيما كبيرا وقديرا ومحبا لوطنه وليمته. صحيح صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الكويت.